أعتقد أن قمة الجزائر في هذا الموضوع تحديداً قادرة على الوصول إلى توصيات أولية والاتفاق عليها للتحول. التحول الطاقوي ضروري جداً، لا يمكن، لأسباب متعددة. السبب الأول هو التلوث الكبير، والسبب الثاني أن الطاقات الأحفورية ستنفذ بعد 100 عام، لذلك لا بد من إجراء هذا التحول. وسيبدأ التلوث أيضاً، لا يمكن لدولة، هي مسؤولية جماعية، لا يمكن لدولة أن تقول أنا سألوث وغيري، يعني ولا علاقة لي بغيري، لأن يعني نشاط الغلاف الجوي شديد وتنتقل الملوثات عبر الحدود.